قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إن الإنذار كما في هذه الآية وهي التي ذكرها المصنف إنذار خاص، بينما الآية الأخرى إنذار عام: لأنذركم به ومن بلغ. وهاتان الآيتان في سورة الأنعام، فيكون الإنذار إما أن يكون إنذارا يستفيد منه المنذر، وإما أن يكون إنذارا لا يستفيد منه. فالكفار لم يستفيدوا من هذا الإنذار، كما في قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. أما في قوله تعالى هنا فهو إنذار أفاد المنذر وهم المؤمنون، ولا شك أن هذا القرآن أعظم منذر. ولذا قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.